جيد. اخونا العزيز استاذ اشرف تسمعني؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله حياكم الله استاذ اشرف. حياكم الله. مرحبا. تقبل الله اعمالك. اللهم امين يا رب. الله يسلمك ويحفظك. حياك الله اخونا العزيز. ان شاء الله ان شاء الله نتواصل بما ابتدأنا به من توحيد الأسماء والصفات، وأنا ختمت في الحلقة السابقة، ولذلك أنت تبدأ من باب العدالة والإنصاف. فتفضل أخوان العزيز، خذ وقتك. السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة. طبعا كنت أرجو أبين أمر مهم للمشاهد الكريم في موضوعنا في اتفاقنا في موضوع توحيد الأسماء والصفات، يعني لأن الكثير يطلب تحديد صفة محددة أو صفتين الحديث فيهم، وهذا طلبت من السيد ميسم ورفض وقال أنا موضوعي شامل كامل تمام أتحدث فيه في كل ما ورد في الأسماء والصفات. هذا أول. ثانيا أستاذنا الفاضل يمكن في الحلقة الماضية تحدثنا عن رواية علي بن أبي طالب والنزول وكل هذه الأمور التي تحدثنا عنها والصفات وكل هذه الأمور، وحتى أن الأئمة يحملون صفات الله سبحانه وتعالى. وجدت مشاهدينا الكرام رواية عجيبة غريبة، وأرجو من السيد ميسم برضو اليوم يجاوبني عن قول نبي الله موسى أرني أنظر إليك. أنا لحلقة الثالثة على التوالي أطلب منه قراءة الآيات في الأعراف من 143 إلى النهاية، لا يلتزم السيد ميسم بقراءة هذه الآيات. جاء في كتاب شرح الزيارة المطلقة، وأرجو بقى أنك تركز في الكلام ده، للميرزا محمد باقر الشريف الطبطبائي، ماذا يقول عن هل الأئمة فعلا يحملون صفات الله أم لا؟ يقول في صفحة 69: فإذا خلعوا هذا اللباس العرضي وانتقلوا إلى الدار الباقية خلص لهم المقام، فحينئذ يزورهم الرب تعالى ويصافحهم ويجلس معهم على سرير واحد لاستحال حكم العبودية مع حكم الربوبية. تمام؟ بالله عليكم مشاهدينا الكرام، ماذا نفهم من هذا الكلام في اتحاد حكم العبودية مع حكم الربوبية لأئمة أهل البيت في معتقد الشيعة الاثنى عشر؟ هذا أولا. سألت أيضا السيد ميسم سؤال مفصلي وقال في موضوع حديث النزول، وأثبت له اليوم بأحاديث صحيحة عنده، يعني هو يتحدث الآن ويقول نحن ضعفنا الروايات التي أتى بها أشرف. لا والله، أشرف ما أتى بروايات ضعيفة، بل أتى بروايات موثقة وصحيحة عن المجلسي الذي وثقها صححها في كتاب مرآة العقول. تعالوا نسمع بقى عندما سألني السيد ميسم يسوي كيف النزول لله وكيف يعود الله من كتب الشيعة الاثنى عشر. يقول في تفسير القمي عن أبيه عن حماد تمام عن ابن حريز عن أبي عبد الله: إن الرب تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة جمعة إلى السماء الدنيا في أول الليل، وفي كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ملك ينادي: هل من سائل يثاب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطي سؤاله؟ اللهم اعطي كل منفق خلقا وكل ممسك تلفا، فإذا طلع الفجر عاد الرب إلى عرشه. عاد الرب إلى عرشه، يثبت الإمام أبي عبد الله أن الله سبحانه وتعالى ينزل ويعود إلى عرشه تمام. فقسم الأرزاق بين العباد. هذه الرواية كما جاء في التنقيح في شرح العروة الوثقى تمام، ماذا يقول فيها في كتاب الطهارة؟ ماذا يقول؟ والثانية ما أشرنا إليه آنفا، أعني صحيح الزرارة التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم نفس السند عن أبيه عن حماد بن حريد عن زرارة عن غير واحد تمام. يبقى إذن هنا سند وثقه صاحب كتاب مرآة العقول في هذا الشأن. سألتني أيضا كيف الله سبحانه وتعالى يضع قدمه في النار، واتهمت من أهل السنة هذه من صفات النقص وهذه من صفات كذا وهذه من صفات كذا. تعالوا شوف كده، هل الرواية أيضا موجودة بأحاديث صحيحة في كتب الشيعة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع سيد ميسم في كتاب مفاتيح غيب الجمع والوجود تمام لصدر الدين محمد بن إسحاق ماذا يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنا تمجيد للشيخ، إن الشيخ قدس سره من أكابر أولياء المحققين وأعز الوجداء الكاشفين. يقول كذلك قوله صلى الله عليه وآله عن النار: فيضع الجبار فيها قدمه ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة مع تقدسه عن المكان والزمان والحلول والتغيير والفتان. يبقى إذن يثبت عالم من علماء الشيعة مدحه الشيعة الاثنى عشرية النزول ووضع الله سبحانه وتعالى قدمه في النار تمام، ويقول مع تقدسه عن المكان والزمان. أيضا جاء في كتاب الزريعة إلى تصانيف الشيعة في النفحات الإلهية لصدر الدين ماذا يقول.
عن هذا الشيخ الجليل طبعا ويمدحوه في مقدمة الكتاب عن موضوع حديث الايه النزول. تحدثت ايضا سيد ميسن في امر مهم جدا عندما ذكرت ان علي بن ابي طالب اصغر من ربه بسنتين، وذكرت انه مات قبل النبي بسنتين، وقلت لك اين الدليل على ذلك ولم تأتي بالدليل. تعال نشوف كده احد علماء الشيعة ماذا قال عن هذا القول اللي حضرتك ذكرته. بتقول عندك 15 ثانيه يا اخي. مات قبل النبي بسنتين في كتاب مصليح الانوار لعبد الله شبر، ماذا يقول؟ ما روي عن امير المؤمنين قال انا اصغر من ربي بسنتين. سؤال لك سيد ميسن، هل سنتين هنا تقصد المرتبة في لغة العرب؟ هل عمرك سمعت في لغة العرب أن السنة المقصود بها المرتبة والمنزلة؟ لا. انتهى وقتك أخونا العزيز. انتهى وقتك أخونا العزيز. انتهى وقتك. الرب الحقيقي. انتهى وقتك أخونا. سنتين رتبتين. أخونا انتهى وقتك، الله يحفظك إن شاء الله. هسه هذا بناء على رأي رتبتين، الربوبية، النبوة، الإمامة، هذا التسلسل. هذا بناء على رأي، احنا ذكرنا رأي العلامة المجلسي هو مع الدليل، ونحن مع الدليل نميل أينما يميل. العلامة المجلسي ذكر التفصيل، ذكر أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ولد في كذا، توفي في كذا، الإمام علي بن أبي طالب ولد كذا، توفي في كذا، حاصله أن عمر الإمام علي بن أبي طالب أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. أما يضع قدمه في النار، ما عندنا إحنا رب مجسم يضع قدمه بالنار، بل قدمه، هذا حتى السنة يقول قدمه، يعني الذين يقدمون عليه من الكفار يضعهم في النار. هذا جوابك. النزول من غير زمان أو مكان كما قال الإمام الصادق، فسر النزول بأنه يري من قدرته وعظمته لخلقه أينما شاء حيث شاء، وما عندنا نزول حركة وانتقال من مكان إلى مكان. ودليله كلام صدر الدين يقول من غير زمان أو مكان، من غير زمان أو مكان، يعني ما في انتقال، إظهار للقدرة. جاوبناك على إشكالاتك أخونا العزيز. الإشكالات اللي طرحتها بالحلقة السابقة، قلنا لك كيف الله سبحانه وتعالى ينزل ويضع قدمه في جهنم. قلت كما أن الله رحيم وجبار، أخي العزيز رحيم وجبار بخلقه، إحنا نتكلم عن صفات ذاته، قدم من صفات الذات، والنزول ينزل بذاته، أنت ما يصير تقيس مع الفارق. هذه صفات ذات وهذه صفات فعلية، عندك أنت الصفات الفعلية شيء وصفات الذات شيء، أنت تمزج وتخلط بين الصفات، صفات الفعلية وصفات الذات. القدم عندك الساق، القدم من صفات الذات، والنزول علماء ابن عثيمين يقول ينزل بذاته، ذاته هي التي تنزل، فأنت تخلط، ومثالك ما مقبول، مثالك مو صحيح. انتهينا من هاي النقطة. نقطة أخرى أخوان الأعزاء، أنا أنتقل أستغل الوقت أخوان الأعزاء، هذا توحيد إمام الأئمة ابن خزيمة من أعلام القرن الثاني الثالث الهجري، في الجزء الأول، في الجزء الأول إخوان الأعزاء، هنا حديث، وهذا الحديث يصحح ابن خزيمة. الحديث هو الحديث المعروف بحديث الأوعال، هذا إخوان الأعزاء أمامكم هنا على الشاشة برقم 224، عن العباس بن عبد المطلب إنه كان جالسا في البطحاء في عصابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فيهم إذ علتهم سحابة، إلى أن يقول، يتكلم يقول ما بين السماء والأرض إما 73 إلى السماء التي فوقها، كذلك عددهن 7 سماوات، وكذلك فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال، أوعال إخواني يعني التيس الجبلي، تيس جبلي، ما بين أظلافهن وركبهن كما بين بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء، والله فوق ذلك، الله فوق العرش، وتحمله 8 تيوس. إخواني هذا إمام الأئمة ابن خزيمة، ابن خزيمة صحح كل ما في كتابه بالمقدمة، وأريد الأخ أشرف غريب يضعف لي هذا الكلام. هذا الذهبي تلميذ ابن تيمية في كتابه العرش في الجزء الثاني يصحح حديث الأوعال إخوان الأعزاء، كل أئمة السلفية، كل علماء، أشرف غريب صححوه، وعن العباس بن عبد المطلب إلى أن يقول بين أظلافهم، ثم فوق ذلك 8 أوعال ما بين أظلافهم وركبهم كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهم العرش، ثم الله فوق ذلك وهو يعلم ما أنتم عليه. طيب هذا الذهبي. بعد منه إخواني ابن القيم، اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة، احنا المعطلة واهل السنة، المعطلة والجهمية، معطلة لاننا عطلنا ان لله ليس لله اضراس ولا قدم ولا ساق ولا يهرول ولا هم يحزنون، هذا. ثم يقول
ما بين سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله عز وجل فوق ذلك. 107 اجتماع جيوش ابن القيم. بعد منه شيخهم الأكبر ابن تيمية، مجموع فتاوى ابن تيمية. أعطيني حتى لو دقيقة زائدة، أعطي الأخ أشرف دقيقة، يجب أن أكمل الحديث لأنه بدأت. هذا ابن تيمية يقول: وطلب بعضهم إعادة قراءة الحديث المذكورة في العقيدة ليطعن في بعضها، فعرفت مقصوده فقلت: كأنك استعددت للطعن في حديث الأوعال، حديث العباس بن عبد المطلب، وقد كانوا تعنتوا، ويصحح الحديث ويذهب إلى صحته وينقض على ابن عثيمين. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين إخواني الأعزاء، هذا المجلد الخامس، المجلد الخامس ابن عثيمين هنا. وقال النبي فيما رأى أبو داود في سننه إن بعد ما بين سماء إلى سماء إما واحد أو اثنتان أو 73 سنة، إلى أن قال ويذكر حديث الأوعال، وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه إلى هذا الكلام. من بعد إخوان الأعزاء؟ الدرر السنية في الأجوبة النجدية، إخواني مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا، كل علماء السلفية إخوان الأعزاء كلهم يصححون حديث الأوعال. هذا الدرر السنية ويذكر هنا حديث الأوعال. وفي سنن أبي داود هنا أخواني، ومسند الإمام أحمد من حديث العباس بن المطلب قال: كنت جالسا في البطحاء إلى أن يقول ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء. فرب السلفية أخواني مع احترام الأستاذ أشرف، من هذه اللفظة تحمله الأوعال، التيوس الجبلية، التيوس الجبلية. وابن أبي شيبة في المصنف يقول: حملة العرش يتكلمون الفارسية، يعني أوعال فارسية إيرانية تحمل معبود السلفية على أكتافهم، وبعدهم زعلانين على الإيرانيين. ماشي؟ فهذه هي العقيدة، عقيدتهم الله سبحانه وتعالى جالس على كرسي وتحمله تيوس جبلية. تفضل ضعف لي هذه الرواية أستاذ أشرف، تفضل. طيب، أخذت حضرتك 7 دقائق ونص. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، على آله وصحبه وسلم. رب أهل العلم على هذا الحديث الذي تحدث عنه يقول فيه: روي هذا الحديث عن 5 طرق، تمام، تشترك كلها في سماك ابن حرب، وقد وجدوا وصفوا جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد وأبو حاتم والبزار وغيرهم، ولكن أخذ عليه بعض أهل العلم وجود الغوائب في حديث مبارك ضعف كل من شعبة وابن المبارك وابن خثيمة، تمام، وابن معين في هذا الشأن. وهذا الحديث لم يصحح، وانزل تهذيب التهذيب في الجزء 4 صفحة 204، تمام، وكذلك تهذيب التهذيب في الجزء 5 صفحة 301، تمام، حتى يقول البخاري لا يعلم له سماع من الأحنف، وذكره ابن حبان في الثقات، تمام، في الثقات. يبقى إذن هذا الحديث الذي يتحدث عنه ضعفه، حتى الترمذي يقول حديث حسن غريب، تمام، في هذا الشأن. وحتى حضرتك عندما تتحدث في هذه الأمور إن هناك من أهل العلم ضعف هذا المفهوم، فقالوا فهذا مفهوم كلام البزار في مسنده في الجزء الرابع صفحة 115، لا نعلمه، روي بهذا الكلام وهذا اللفظ إلا من هذا الوجه عن ابن عباس، تمام. وابن عدي في الكامل في الجزء 9 صفحة 27 قال غير محفوظ، وأشار إلى ضعف المزي في تهذيب الكمال في الجزء 10 صفحة 321. شوف أنا برد على أدلتك إزاي حضرتك، أنا طرحت عليك كمية من الأسئلة، شرح الزيارة المطلقة لم ترد، كتاب مصابيح الأنوار لعبد الله شبر لم ترد، آية موسى لم ترد، الحديث الذي صححت لك في حديث نزول الله سبحانه وتعالى وصعوده إلى العرش لم ترد. أنا لا أعلم، هل هذه مناظرة علمية سيد ميثم؟ بالله عليك، هل هذا ما اعتدنا عليه سويا في النقاشات والحوارات، أن يكون هناك طرف واحد يسأل وطرف آخر يجيب فقط ولا يرد على أسئلته بشيء؟ أليس من الاتفاق في المناظرات، وأنت تعلم هذا علم اليقين، أنه وجب أن يكون الاستدلال بأمر واحد ثم الرد عليه ثم طرح سؤال؟ أنا لا أدري، هل أنت دخلت في باب الأسماء والصفات ولا تعلم عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات؟ أنا أعرفك عقيدة أهل السنة سريعا في الأسماء والصفات حتى ننتهي من هذا الإشكال. يثبت أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات مشاهدينا الكرام الآتي، بارك الله فيك، تمام، إننا في توحيد أسماء الله نؤمن بصفات ذاتية لله سبحانه وتعالى، وهي عند أهل العلم الخبرية صفات الوجه واليدين والأصابع والقدم، صفات معنوية أي ليس لها جرم تقوم به كصفة العلم والإرادة والقوة والمحبة والغضب. القسم الثالث صفات فعلية، وهذه يفعلها الله ما تشاء كصفة النزول، تمام، في الثلث الأخير من الليل وصفة الاستواء على العرش.
يبقى هذه الصفات التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة. طرحت على الأستاذ الفاضل عدة أسئلة لم يجيب. بالله عليك ما ردك على كتاب صاحب شرح الزيارة المطلقة الذي قال فحينئذ يزورهم الرب تعالى ويصافح. هذا قول عالم من العلماء، قول عالم من العلماء. هل هذا العالم الذي قال إن الله سبحانه وتعالى يجلسهم معه على سرير واحد وتتحد فيه مقام العبودية مع مقام الربوبية؟ يعني أنا عايز أفهم ما تعليقك على هذا الشيخ الذي قال هذا في هذا الشأن؟ ما تعليقك على الرواية إن الله سبحانه وتعالى ينزل؟ تمام، حضرتك بتقول، وهل حضرتك سؤال مهم جدا، أين الدلالة إنك مخالف هنا لروايات أهل البيت؟ أولا أبدأ بتكلم عن هذا، أنت مخالف بكل روايات أهل البيت التي صححها العلماء. أنت تأتي بكلام لم تستدل فيه حتى علي برد صحيح. يعني ذكرت لك رواية النزول والصعود إلى العرش برواية صحيحة، ذكرت لك روايات إن الله سبحانه وتعالى في العلو عندما يقول في حديثه وعزتي وجلالي وعظمتي وبهائي وعلوي وارتفاع مكاني، هذا الحديث الذي أورده الكافي في صفحة 137 في الجزء الثالث لم ترد عليه، وهذا الحديث صححه المجلسي في مرآة العقول في شرح أخبار أهل الرسول في الجزء 78 صفحة 319. قال الحديث الثاني صحيح. استاذنا ميسم، يعني أين أنت من هذه الأمور؟ بارك الله فيك، يعني أنا لا أعلم. تمام، لماذا لا ترد على هذه الأمور؟ يعني عندك أيضا حديث جاء في كتاب المجلسي في بحار الأنوار في الجزء 24 صفحة 199. اسمعوا مشاهدينا الكرام بالله عليكم حقيقة التكتين في معتقد الشيعة الاثنى عشرين. يقول سمعت أبو عبد الله يقول أنا شجرة من جنب الله أو جزوة، فمن وصلنا وصله الله. بيان الجزوة بالكسر القطعة من اللحم. الإمام يقول نحن قطعة من اللحم من جنب الله سبحانه وتعالى. تمام، حضرتك بالحق في نهاية الحلقة الماضية تحدثت تمام عن قول نقد الإمام أبي سعيد علي المريسي على المريسي العليل، تمام، في حديث نعم المرء ربنا. هذا الحديث أيضا من صححه من أهل العلم هذا الحديث عندنا؟ تمام، لأن ليس هناك أمانة علمية سيد ميسم أراها معك، لأن المريسي هذا من الجهمية التي اصطرى على الله عز وجل هذه الأحاديث أو قال بها ثم بعد ذلك ينقضها. جاء في صفحة 25 في نفس الكتاب أن هذا الحديث منكر، حتى يقول له صاحب الكتاب، أقول لحضرتك ماذا يقول له. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، إطلاق الشخص في صفات الله هذه غير جائز، إن يكون جسما مؤلفا وخليقا لا تكون هذه اللفظة صحيحة، وأن تكون تصحيفا من الراوي. يقول تصحيفا من الراوي في هذا الشأن. حضرتك لم تذكر هذا الكلام في 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 كلامك عن المريسي، حتى عندما ذكر الحديث عن الأعمش فقال فإن كان هذا المعارض ذهب إلى التأويل فهذا محض زندقة، لأن الله أكبر الأشياء وأعظم الأشياء وخالق الأشياء ليس كمثله شيء. لو طلعت عينيك لفوق كده يقول لك هنا إيه، وتتقلد من تفاسير الحديث الأحاديث الضعيفة ما لم يرزقك الله معرفتها. يعني أنت تتحدث بأحاديث ضعيفة أيها المريسي، وهذه الأحاديث لم تصح عندنا في هذا الشأن. يبقى إذن حضرتك حتى عندما ذكرت حديث أبو يعلى، شوف أنا هرد على كل ما ذكرته حتى في غيابي، ولكن أرجو أن ترد علي بالمصادر مثلما أرد عليك بالمصادر. تمام، في حديث أبو يعلى عندما قلت في أبطال التأويلات أن الله بين ثوبين أخضرين، هذا الحديث أيضا منكر، وضعفه الدرامي في رده على المريسي قال منكر في صفحة 163. حديث منكر. انتهى وقتك أخونا، انتهى وقتك أخونا أشرف، أشرف غريب، أشرف غريب أخونا العزيز، انتهى وقتك، انتهى وقتك أخونا. أخذت أكثر من 6 دقائق أخونا العزيز، أخذت أكثر من 6 دقائق. شوف أخونا العزيز، أولا أخذت أكثر من الوقت اللازم. كم أخذ من الوقت الأخ العزيز المخرج؟ كم أخذ من الوقت؟ أكثر من 6 دقائق. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تقول أنا استشهدت بالروايات الصحيحة، الله يشهد ما استشهدت برواية صحيحة. رواية الضحك المفضل بن أبي جميلة، وقلنا أبو جميلة ضعيف كذاب، ضعفه السيد الخوئي نقلا عن النجاشي عن ابن الغضائري. رواية إنه الله تبارك وتعالى ينزل مسهل بن زياد الآدمي ضعيف، طيب وهذا متفق عليه. رواية الأخرى إن الإمام الصادق عليه السلام كشف ساقه أيضا عن أبو جميلة، وأبو جميلة ضعيف، وذكرنا التضعيف، لكن أنت ما أعرف أنه تسمع أو ما تسمع، ما أعرف. تقول أنه أحد علماء الشيعة يقول أن الله يزور الأئمة ويقعد معهم ويجلس، هذا الكلام إحنا ما سمعينه، وأنا ما أعتقد بنقل أي شخص إذا ما أقرأ، إذا ما أقرأ هذا الكلام بعيني وشاهده مستحيل. إحنا ما عندنا شخص يقول بالتجسيم، ما يقول بهذا الشيء،
ما أحد عندنا يقول بهذا الشيء إطلاقا، ومن يقول بهذا الشيء خارج عن مذهب التشيع إطلاقا، لأن الشيعة ما يقولون هكذا، الله تبارك وتعالى يزور ويجلس، وهذا الكلام مو صحيح إطلاقا. طيب هذه نقطة. نقطة أخرى، قلت إنه هذا الحديث حديث الأوعال ضعيف. طيب يعني أنت أفضل من ابن تيمية اللي صححه؟ أنت أفضل من الإمام الذهبي الذي صححه تلميذ ابن تيمية؟ أنت أفضل من الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي صححه؟ ها؟ أنت أفضل من ابن خزيمة الذي صححه؟ أنت أفضل من علماء نجد، أعلام نجد، هؤلاء الدرر السنية أعلام نجد الذين صححوا كلامك؟ هذا أخونا مردود عليه، ورد عليه محقق العرش في كتاب العرش للذهبي، اسمع ماذا يقول حتى تنتهي القضية. يقول: ومدار الحديث من جميع طرقه على عبد الله بن عمير، وعبد الله فيه جهالة، ولذلك قال الألباني في تخريج السنة 1/254 إسناده ضعيف، وعبد الله بن عمير قال الذهبي فيه جهالة، وقال البخاري لا نعلم له سماعا من الأحنف بن قيس، انتهى كلامه. ولكن الجوزقاني صرح في الأباطيل بصحة الحديث، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، حيث قال إن هذا الحديث قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه إنه لا يحتج إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وآله، والإثبات مقدم على النفي. الإثبات شنو؟ مقدم على النفي. والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف ولم ينفي معرفة الناس بهذا، نفى سماعه هو وليس سماع الناس. فإذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة ما ثبت به الإسناد، كانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غيره وعدم معرفته، انتهى كلامه. وكذلك مال تلميذه ابن القيم إلى تصحيحه، انظر تهذيب السنن. يعني علماء كلهم صححوه. ابن تيمية أخواني، ابن تيمية، ابن عبد الوهاب، ابن خزيمة، أعلام نجد، ابن عثيمين، الذهبي، ابن القيم، كل هؤلاء يعتقدون أن ربهم تحمله ثمانية تيوس. أريد من الأستاذ أشرف يقول لا ما يعتقدون هذا، وأنا أنسحب أسحب هذا الحديث، خلي يقول لي أنهم هؤلاء ما يعتقدون بهذا الشيء. هؤلاء يعتقدون أن ربهم تحمله ثمانية تيوس إيرانية، زين، فارسية. طيب انتهينا من هاي النقطة أخوان الأعزاء الأفاضل. جاء إلى مسألة أخرى، خلط بين مسألتين، مسألة المرء ومسألة الشخص. أنا ما أتيت إلى مسألة الشخص الذي صحح لفظ المرء السماري في تعليقه على نقض عثمان بن سعيد، لفظ المرء وليس لفظ الشخص. أخوان العزيز، أنت تخلط بين هذا وبين هذا. نقطة أخرى، ما دام إحنا بلش اسمه بالمرء، تفضل، هذا شرح النووي على مسلم يتكلم عن لفظ الحقو. أخوان الأعزاء، يقول الحقو معقد الآزار. الحقو ماذا؟ معقد الآزار. تعال خلنا نشوف الوهابية ماذا قالوا عن الحقو. ماذا قالوا عن الحقو؟ الله سبحانه وتعالى لهم عنده آزار، يلبس الأزر، يلبس الأزر. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. تفضلوا أخوان الأعزاء، هذا يقول: وقال عياض الحق معقد الآزار، وهو الموضع الذي يستجار به على عادة العرب، لأنهم لحق ما يحامى عنه ويدافع عنه، كما قالوا نمنعه مما نمنع منه أزرنا، فاستعير ذلك مجازا للرحم في استعاذتها بالله من القطيع، انتهى. وقد يطلق الحق على الآزار نفسه، كما في حديث أم عطية فأعطاها حقوه، إلى أن يقول: وهو المراد هنا، وهو الذي جرت به العادة بالتمسك به عند الإلحاح في الاستجارة والطلب، وهذا المعنى الصحيح مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة. قلت هذا على مذهب أهل التأويل المذموم، والصواب عدم حمل كلام الله ورسوله على الاصطلاحات الحادثة بعد مضي عصر الصحابة وأتباعهم، لأن الله تعالى ورسوله، ويثبت إلى إثبات إن الله له حق. وهذا من الغنيمان في شرحه على توحيد البخاري، كتاب التوحيد من البخاري. هذا تلميذ ابن باز، ربيع بن هادي المدخلي، في التوسل والوسيلة أخوان الأعزاء، ماذا يقول هذا بيها؟ وأختم إن شاء الله أخونا المخرج. هنا يقول، يأتي إلى هذا الحديث، اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيب، يقول: الرحم تمسك بحق والرحمن في الأسفل في الهامش. يقول: الحق الخاصرتان. هذا من؟ ربيع بن هادي المدخلي. ربك له خاصرتان أخونا العزيز، وله حق، والحق مشد الآزار، يعني شاد أزره. أما كلامك على الثوبين الأخضرين، أنا أنقل عقيدة ما أنقل حديث صحيح يضعف ويصحح. هذا أبو يعلى يعتقد إن الله له ثوبين أخضرين،
أبو يعلى إمامك يعتقد أن الله يلبس ثوبين أخضرين، قل أمام الجميع أن أبو يعلى مجسم ونحن نتبرأ منه، وأنا أسحب الحديث، انتهى الوقت، تفضلوا. عجبني كلامك سيد ميسم بأنك تقول لا تعرف ما لا ترد عليه، وأنت ترد بلا علم للأسف، لأنما عندما حدثتك عن كتاب شرح الزيارة المطلقة وتقول هذا الكلام منسوب زورا إلينا، فأنا أدعو المشاهدين إلى تحميل كتاب شرح الزيارة المطلقة وقراءة بعد ما جاء في هذا الكتاب لكي يعلم السيد ميسم أن هذا الكلام قاله أحد علماء المرزة محمد باقر الشريف الطبطبائي الذي قال باتحاد الربوبية مع اتحاد صفة الأئمة عندهم في معتقد الشيعة الاثنى عشرية. سيد ميسم بكلمه في رواية، دخل في رواية ثانية، دخل في رواية الحق، أحدثه بالحديث الأوعال الذي يتحدث عنه، يقول ابن تيمية صحيح، ابن تيمية يقول في هذا الحديث إسناده جيد، لم يقول إن هذا الحديث صحيح يا شيخنا، تمام يا سيد ميسم، حتى جاء في مجموع الفتاوى في الجزء 3 صفحة 92 قال حديث إسناده جيد، والحديث إسناده جيد لا يعني صحة الحديث، لأن الحديث الصحيح عند أهل السنة والجماعة هو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا حلة، ثلاث أمور متصلة بالسند وأمرين مختصين بالمتن، فليس معنى إسناده جيد أي صحة المتن، لأن المتن قد ينتابه الشذوذ وينتابه العلة، فلا بد أن تتفق الشروط الخمسة في تصحيح الحديث، تمام؟ بتقول لي حضرتك أنت أعلم من علمائك، لا والله أنا مش أعلم من علمائي، لأني نقلت لك أقوال أهل العلم في تضعيف هذا السند الذي ضعفه النساء ويعقوب بن أبي سفيان ومحمد بن وصالح بن محمد في التهذيب في الجزء 4 صفحة 318 قالوا في علل في الحديث، سنده الوليد بن أبو عبد الله بن أبي طاووس، العلة الثانية جهالة عبد الله بن عمير الكوفي، تمام؟ قال الذهبي في الميزان في الجزء 2 صفحة 469 وكتاب العلو في الجزء فيه جهالة، والحافظ أيضا قال منكر الحديث، تمام؟ أيضا الانقطاع بين عبد الله بن عمير والأحنف ابن قيس، قال البخاري في التاريخ الكبير في الجزء 5 صفحة 253 ولا نعلم له سماعا من الأحنف. حضرتك بقى عندما انتقلت سريعا إلى الحافظ، تمام؟ فتوضيع أهل العلم للمعنى اللغوي للكلمة لا يعني أن أهل العلم يقولون بهذا المعنى على الله سبحانه وتعالى، لأنك لو قرأت باقي الكلام الموجود في الكتاب ستجدهم يقولون وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن تلك الصفة ولا نقول بها، بل من الممكن أن تكون على ظاهرك صفة اليد وصفة الوجه وصفة الأصابع وباقي الصفات التي وصف الله بها سبحانه وتعالى نفسه. يبقى إذن حضرتك تأخذ من النص تعريفات العلماء للمعنى اللغوي ثم بعد ذلك تطبقها علينا نحن أهل السنة والجماعة، والله المستعان. حضرتك بتقول أصل الحديث اللي أنت أوردتها أشرف، أنا قلت لك ضعفه يا أخي، هل المجلسي جاهل؟ المجلسي الذي قال حديث صحيح جاهل؟ يعني أنا بينت لك تصحيحات المجلسي لتلك الأحاديث حتى في ارتفاع وعزتي وجلالتي وعظمتي وبهائي وعلي وارتفاع مكاني، هل المجلسي جاهل في هذا الشأن؟ أنا لا أعلم من أين تقول هذه الأقوال سيد ميسم، تمام؟ يعني كلتا يديه يمين وصفة العلو والله فوق العرش والله ينزل، تمام؟ حتى كيفية النزول، تعالى كده بتصحيح الكتاب أوريك كيفية النزول لله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف كده سيد ميسم عشان تيجي تقول أصل إيه؟ ضعف الخوء، أنا مالي بالخوء ضعف، أنا عندي دلوقتي عالم من العلماء أن الله سبحانه وتعالى يقول بالنزول، تمام؟ تيجي تقول لي أصل الخوء ضعف، تمام؟ هنا يقول سؤال، في نقطة مهمة بالحق قبل ما نخش السؤال ده، في آية إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، حضرتك برضو الآية دي حضرتك لحد الآن لم تجيبني عليها بإجابة مفصلة، لأن في أحاديث أهل البيت في تفسير علي بن إبراهيم الذي وفق رجال الخوئي ووفق كل أصحابه الخوئي يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، اختار الله عز وجل يبعث الأنبياء بيده، تمام؟ حتى يقول الإمام لم يحتج في آدم عليه السلام إنه خلقه بيده فيقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو أن الله عز وجل خلق الخلق كلهم بيده لم يحتج على نبي الله آدم إنه خلقه بيديه، في تفسير نور الصقلين في الجزء 4 صفحة 23 الإمام يقول هذا في تفسير مين؟ علي بن إبراهيم القومي الذي قال بوثاقته مين؟ الذي قال بوثاقته الخوئي وقال بوثاقة رجال الخوئي. اسمع هنا سؤالي، ماذا يقول في كتاب بحار الأنوار في جزء 14 صفحة 243؟ اسمع أستاذنا الفاضل، قال السائل فما الفرق بين أن ترفع أيديكم إلى السماء وبين أن تخفضوها نحو الأرض، تمام؟ هنا يقول لك هنا تعقيب المجلس، قال السائل إنه ينزل إلى السماء الدنيا، قال أبو عبد الله نقول ذلك لأن الروايات قد صحت به والأخبار، قال السائل وإن نزل أليس قد حال عن العرش وحقول عن العرش
انتقال قال أبو عبد الله ليس ذلك ما يوجد في المخلوق من المخلوق الذي ينتقل باختلاف الحال عليه والملالة والسآمة، تمام؟ فلا يكون نزوله كنزول المخلوق الذي متى تنحى عن مكانه خلى منه المكان الأول، ولكن ينزل إلى السماء الدنيا بغير معاناة ولا حركة فيكون كما هو في السماء السابعة على العرش، على العرش، على العرش. ركز بالله عليك سيد ميثم، تمام؟ في هذه الروايات يقول الأخبار الدالة الواردة الصحيحة الصريحة على ذلك، حتى جاء أيضا في كتاب الكافي يقول وإنه ينزل كل ليلة في النصف الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، وإنه ينزل عشية عرفة ثم يرجع إلى موضعه، تمام؟ في نفس الرواية يعني أنا مرآة العقول في شرح أخبار الرسول إنه ينزل عشية عرفة ثم يرجع إلى موضعه، تمام؟ يقول الحديث الأول ضعيف وسنده الثاني صحيح على الظاهر. المجلسي جاهل، عندما أقول لك هذه الأمور المجلسي جاهل، تمام؟ في أصول الستة عشر وأقدر أوثق لك كم باقي من وقت الأخ أشرف؟ الآن إذا أحببت ذلك، تمام؟ عشر ثواني. إذا أجبنا عن أسئلتي فضلا الله يصلح حالك سيد ميسر، لا يجوز هذا. فضل. انتهى وقتك أخونا العزيز. أولا حديث الأوعال أنا ما أدري، أسأل السلفية هل تأخذون بكلام أشرف غريب أم تأخذون بكلام ابن تيمية؟ ابن تيمية مجموع الفتاوى هو اللي راح يرد على أشرف غريب، مو أنا، هو اللي راح يرد على جميع ما قال إطلاقا. اسمعوا ماذا يقول. يقول وطلب بعضهم إعادة قراءة الحديث المذكورة في العقيدة ليطعن في بعضها، فعرفت مقصوده فقلت كأنك استعددت للطعن في حديث الأوعال حديث العباس بن عبد المطلب، وكانوا قد تعنتوا حتى ظفروا بما تكلم به زكي الدين عبد العظيم من قول البخاري في تاريخه، نفس كلام أشرف. عبد الله بن عميرة لا يعرف له سماع من الأحنف، فقلت هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في إحداهما لا يقدح في الآخر، فقال أليس مداره على ابن عميرة وقد قال البخاري لا يعرف له سماع من الأحنف؟ قلت رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه ألا يحتج إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وآله. قلت والإثبات مقدم على النفي، والبخاري اسمع هو يرد عليك إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف ولم ينف معرفة الناس بهذا. انتهى الكلام. إذن أنا أخذ كلام ابن تيمية ما أخذ كلامه. أما ما ذكرت قبل قليل من أن الإمام الصادق عليه السلام يقول روايات قد صحت والأخبار قد دلت من أنه ينزل، فأولا الرواية ضعيفة بن حسين بن حسن، فهو مجهول كما صرح السيد الخوئي وتلميذه الجواهري في المفيد من معجم رجال الحديث. طيب شخص آخر العباس بن عمرو الفقيمي أيضا هو مجهول. ثانيا هذه اللفظة وردت نقلها العلامة المجلسي من تفسير القمي، وفي تفسير القمي حدثني أبي عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله قال إن الرب تبارك وتعالى ينزل أمره كل ليلة جمعة إلى السماء. لاحظ، والظاهر إن هذه الكلمة زائدة. ثانيا تفسير القمي أخونا العزيز، إحنا كشيعة إمامية عندنا علماءنا صرحوا بأن تفسير القمي مخلوط بين تفسير أبي الجارود وعلي بن إبراهيم القمي، لذلك فالكتاب غير محتبر. أما تصحيح السيد الخوي صحح وثق رجال السند، وهنالك فرق في علم الدراية بين توثيق الرجال وتصحيح السند. توثيق الرجال شيء، الرجال ثقة، قد يكون السند منقطع، قد يكون السند فيه إرسال. لاحظ أخوان العزيز، والسيد الخوي يقول إلا أن يبتلى بمعارض، يعني جهالة مثبتة، ضعف مثبت، هذه الأمور إذا ابتلى معارض انتهت القضية. إذن ردينا على كل ما أتيت به أخونا العزيز الفاضل. نقطة أخرى أخوان الأعزاء، هذا ابن باز في فتاوية، مجموع فتاوى ابن باز. أخوان الأعزاء يقول ابن باز في مجموع الفتاوى، هنا ابن باز في مجموع الفتاوى يقول إن الجلوس من كلام المشبهة. أخوان الأعزاء، الجلوس من كلام المشبهة، ولا يعلم كيفية هذه الصفات، فإنكار الصابون لهذه الصفات إلى أن يصل إن الله يجلس كما يجلس الواحد على السرير وينزل كما ينزل أحد من الدرج، فهذا القول أهل السنة منه براء، وهو من كلام المشبهة الذين كفرهم السلف. يعني الذي يقول بأن الله جالس يجلس فهو مشبه كفره السلف. تفضلوا أخوان الأعزاء، شنو اسم هذا الكتاب؟
إثبات الحد لله وإنه قاعد وجالس، قاعد وجالس. الرد على منكر الحد للدشتي، ألفوا كتب بأن الله قاعد وجالس، والحديث مملوء بالأدلة، الكتاب باين من عنوانه. تفضلوا أخوان العزاء، هذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى، مجموع الفتاوى لابن تيمية. أريد أشوف ابن تيمية اليوم كافر من المشبهة من المجسمة على قول ابن باز. فإذا عرفت إن ما وصفت به الملائكة أرواح الآدمين من جنس الحركة والصعود والنزول إلى أن يقول كما كان يوصف الرب تعالى من ذلك أو لا، وإذا كان قعود الميت في قبره ليس مثل هو مثل قعود البدن، فما جاءت به الآثار عن النبي من لفظ القعود والجلوس في حق الله تعالى كحديث جعفر بن أبي طالب وحديث عمر بن الخطاب وغيرهما أو لا ألا يماثل صفات الأجسام. عندهم حديث يا أخواني، حديث مجاهد، حديث مجاهد الله يجلس على العرش ويفضل من عنده أربع أصابع، يعني العرش أكبر من ربهم، خلي يرد عليه أستاذ أشرف. والنبي يجلس بجنب ربه على العرش، وهذا يذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، يقول فلا تنكروا بأنه قاعد ولا تنكروا بأنه يقعده. الفوزان يصرح يقول إن استواء الله لو شاء أن يستقر على بعوضة لاستقر، ويقول بأن الله جالس وقاعد. ناصر بن فهد في الموافقات، في كتاب المخالفات في الموافقات والاعتصام، يقول الجلوس الاستواء معناه الجلوس. كذلك الراجحي يقول لكم استواء ما نعلم شنو استواء، لا يقولون الاستواء معناه الجلوس، أي ربهم جالس. طيب ابن باز يقول الجلوس من كلام المشبهة والكفرة، هل هؤلاء مشبهة وكفرة أم إن ابن باز مخطئ؟ جاوبنا أخونا تفضل. طبعا استمعتم مشاهدينا الكرام، لا إجابة عن شيء فيه بتصحيح الأحاديث، ويقول أصل سيد الخوئي قال. طب تعالى نشوف كده كلام الخوي اولا، في قبل ان ارد على كلامه في كتاب توقيت القمي، في معجم جاي الحديث الخوي في الجزء الواحد صفحه 42، ولذا نحكم بوثاقه جميع مشايخ علي بن ابراهيم الذين روي عنهم في تفسيره مع انتهاء السند الى احد المعصومين. قول الخوي بيقول لك اي روايه وصل سندها الى المعصومين نحكم بوثاقه هذه الروايه وهؤلاء المشايخ. تيجي تقول لي اصل الخوي عندنا في مرة تقول لك في خوي قال، قال غير العلماء، يا رجل أحدثك عن المجلس تقول لي خوي قال، يعني أنت الآن عندما تلزمني بتصحيح فلان الحديث لا أقول لك أصل فلان قال وفلان قال، أقول لك وفي تعريفه للحديث وكذا وفي تعريفه للحديث وكذا، ولكن أنت تتنقل بالعبارات وكأن المشاهد يعني تستخف بعقول المشاهدين، الله المستعان على ذلك. تحدثت حضرتك عن موضوع أن النبي يجلس على العرش، طب تعالى كده نسمع احد روايات الشيعه ماذا تقول في كتاب الامال للصدوق في المجلسي في الجزء للصدوق في المجلس 24، يقول لك ان الله سبحانه وتعالى يزين العرش كما تزين المراه قرطاها بمين؟ ببنوس الحسن والحسين على العرش بجوار الله سبحانه وتعالى، تمام؟ اما فيما تحدثت عن وجاء هذا الحديث ايضا السند، السند اعطينا السند، اعطينا السند معك، اعطينا السند لو سمحت استاذ اشرف، اعطيني السند معك، السند اذكر السند وكل هذه الامور، تمام؟ يبقى اذا هنا عندما تتحدث عن موضوع الجلوس، تفسير اهل العلم للجلوس لموضوع الاستواء شيء، وتفسيرهم بانهم قالوا ان الاستواء هو الجلوس شيء اخر، فدائما انت تستخدم المعاني اللغويه لتوهم المستمع ان هذه العبارات انهم قالوا بجلوس الله سبحانه وتعالى، ونحن نقول وان قال احد بهذه الصفه لله سبحانه وتعالى ستجده يقول تمام وما قالها الا اثنين او ثلاثه، فتقدر تقول ولا نصفه كصفه المخلوق بالجلوس، تمام؟ لان الاستواء عندنا نحن اهل السنه معناه العلو. ذكرت كتاب اسمه هنا ايه؟ اثبات الحد لله للدشتي، كنت ارجو انك توضح للمشاهد الكريم ان هذا الكتاب ليس فيه اثبات حد بالمعنى الذي قد يصل الى المشاهد، بل ان الدشتي في هذا الكتاب يقول ان الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه لا يدخل في مخلوقاته، وهذا الحد الذي تحدث عنه الدشتي ان هناك حد بائن ما بين الله وما بين خلقه، ولا يقول بان لله سبحانه وتعالى حد، تمام؟ يقول الحد الفاصل ما بين ما خلق الله وبين الله سبحانه وتعالى، الله لا يدخل في خلقه مثلكم ويوجد في الحمامات مثلما طرحنا عليك هذه الاقوال. طيب حضرتك ايضا تحدثت وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، اسمع بقى عندك في الروايات التي تتحدث ان الله يتردد، يعني ايه الله؟ الله عند الشيعة الاثنى عشرية والعياذ بالله يتردد في امره، وهذا جاء في كتاب الايمان والكفر في الجزء 10 صفحه 382، وما ترددت عن شيء انا فاعله، تمام؟ الا بقبض روح المؤمن. طب الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ الحديث الثامن صحيح كما جاء في درئات العقول في شرح اخبار آل الرسول
في الجزء 10 صفحة 383 إن الله سبحانه وتعالى يتردد عن فعل هو فاعله. تمام؟ حضرتك بتقول الجلوس، طب اسمع بقى حضرتك عن موضوع الجلوس أيضا ماذا يقول الإمام المعصوم الذي يثبت للشيعة يوميا أن هذا الأمر، تمام، قال به أهل البيت، تمام، في هذا الشأن. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، تمام، يا محمد وضع يده على رأس الحسين في الحديث طبعا اللي أنا قرأته عليه، تمام. يقول هي رواية معتبرة في كتابه كامل الزيارات الذي يعد من أثمن كتب الشيعة. مين اللي بيقول الكلام ده؟ صاحب كتاب نور القرآن، تمام، انتهى الوقت. صاحب كتاب السيد محمد حسين الصحراني، 50 ثانية باقي لك. تمام. يقول في صفحة 200 رواية جليلة معتبرة في كتاب كامل الزيارات الذي يعد من أثمن كتب الشيعة، ونحن بسبب أهمية هذا الحديث الذي رواه في موضعين من الكتاب مذكوره مع السند، تمام، ثم نشرحه، اللي هو حديث إيه؟ إن الله نزل وضع يده على رأس الحسين، تمام، وبورك مولودة وبارك لفاطمة مولودها الحسين، ماشي. يقول نحن نرى إنه في هذه الرواية استعملت كلمة طراء لي وطراء بمعنى إنه عرض نفسه للرؤية بشكل يتقرب فيه أن يرى من قبل أحد، ما يعني أن العلي الأعلى والله الكبير ظهر له بشكل أراه وقال لي كذا وكذا. العالم عندك يقول إن الرؤية هنا حدثت لله سبحانه وتعالى، تمام، ثم بعد ذلك ينقض تأويل المجلس للرواية في هذا الشأن، وتأويل المجلس هذا توجيه لمعنى الرواية ومفادها غير وجيه. انتهى وقتك أخونا، انتهى. بل نصف الله انتهى أخونا، انتهى وقتك، غير معهود، انتهى وقتك، والروايات. انتهى وقتك، تمام؟ انتهى وقتك أخونا أستاذ أشرف، انتهى وقتك، انتهى وقتك. أرجوك أن تستمع جيدا حتى لا تقول إنه ما رديت على كل الروايات. أولا الرواية اللي ذكرتها عن الإمام الصادق يقول أنا شجرة من جنب الله أو جذوة، هذه عن أحمد بن محمد البرقي، وهو يروي عن الضعفاء ويروي المراسيل.